أسعد الله أوقاتكم. اليوم احنا وياكم يم السيده الله يحفظها ويطور ويطول بعمرها، السيده باريخان كلهوري، زوجة عمر عدي سورتشي، والده المحامي هاوري سورتشي. اليوم احنا بمنزل المحامي هاوري سورتشي، ولكن حبيت اليوم طبعا 9/3 حبيت اليوم انقل لكم نموذج حتى ممكن احنا نقدر نقتدي بهيجي نموذج للسيدات. الله يحفظها ويطول بعمرها السيدة باريخان، تحتفظ بكمية رائعة ومميزة ونموذجية من قطع الأزياء الكردية والمصوغات الكردية وقطع اللي اجتها هدايا بزواجها. الصراحة لو احنا نتكلم عنها هي في حد ذاتها متحف الموجودات اللي عندها، وقلنا يمكن يعني سبق بالإعلان قلت يمكن بعض المتاحف ما تمتلك هيك قطع. اليوم حبيت أوضحها، وطبعا أني أشكر شيخ التراثيين العراقيين، الشيخ اللي سوق الأنتيكات في العراق الأستاذ مقداد بغدادي، لأنه نبهني على فتشي بصراحة. أستاذ مقداد الله يطول بعمره قال أرجو توضيح القطع كل وحدة حسب اسمها، لأنه هذا راح يكون الموضوع اللي راح تحجون به هو مرجع لدار الأزياء العراقية، أو لأنه هي قطع منقرضة فإحنا نريدها تكون توثيق مثل المرجع للأزياء والقطع المنقرضة، وحتى يستفادون منها اللي يعملون بالمواضيع التراثية. زين، احنا سبق وانه قبل ايام كانت احد الفكر انه طرحتها على المحامي المستشار هاوري سورتشي، والصراحه استجاب لنا بسرعه انه نوثق هاي الصوره. طبعا هي السيده المتاحف اللي راحت لكم الصوره هي للسيده الله يحفظها باريخان، انه قلنا هاي الصوره تروح للمتاحف. هاي الصوره سنه 1950 صورت في اربيل. زين، هسه انا راح احكي لكم على الصوره تاريخها. الصراحه اكو الكثير يسالني يقول انت منين تاخذين هاي المعلومات. انا دائما خلي نقول من طفولتي انا اقعد ويا الكبار واخذ منهم معلومات. هسه راح نبدي نشرح لكم على الموجودات اللي عندها وعلى القطع اللي تمتلكها وحده وحده. كونوا ويانا استأوانا بونكيانا. هاي العطور مالتها، القطع اللي كانت هي عطور إلها. إما استا للاي جنك لجنكاني كالهور جنك هموش اشتكاني هموي أنتيكنا نمونية جوازن. هاي القطع اللي كانت تستخدمها بالخياطة، هاي أيضا العطور القديمة، هاي أيضا العطور القديمة. شوفوا احنا راح نعرض لكم بعض القطع حتى قلنا تصير لأنه منقرضات الأزياء، حتى تصير مثل المرجع، حتى تكون مثل المرجع للباحثين للمهتمين للمصممين بالأزياء. هي ايضا تلبس الزي، شوفوا هي لي هسه تلبس الزي القديم. زين، وراح نقعد وياها وتشرح لنا. استا او اشيائي و طمانجكي وروركي ابري تشمياكي هن بياوكيش حتى استها خيها القرديه او النمونيه او خنجركاني نموننا، يعني استا او لا او خنجري كونكيش نماوا أوانا خويش احتفاظ بأواني كردوا خويش حتى شرخكي بيلاوكي أوات طمانجية وقرميان ألن ورور، بس أو ورور نية أو طمانجة وروركة هن بكرية أبو البكرة. هاي طبعا الأشياء ما زوجها، الخنجر الكلاش المسدس، هاي البرنة ومالته محتفظة بيها.
هسه هاي اللي قلنا عليها ابريتشامي هاي لها ثلاث انواع، هذه من الحرير الاصلي من البريسم الاصلي، هاي ما موجوده هسه صراحه اخواني، رايحه جايه لايران، وهاي منشاها الحياكه مالتها والنسيج مالها هو نسيج يدوي سابقا كان ابريسم، هذه تعتبر هسه حتى في ايران في كرماشان هسه كل ماكينه يعني ماشيني، هذه يسموها هاي عندها ثلاث انواع اسماء، مثلا قسم يسموها هوري، قسم يسموها ابريتشامي، اهل قرميان بما انه هي كالهوريه كالهوري يسموها ابريتشامي، هنا يسموها هذه ايضا محتفظه بها، هاي كلها من النوادر، هاي مو عبالكم من الموجود هسه، خلينا نقول النايلون او البوليستر، هذا كله من الحرير الطبيعي، شوفوها شلونها هي تبين اصالتها من تكون تنلم بالايد زين، شوف هاي كل هالقطع هي محتفظه بها، اوها مو تشتك مو جواز ونمونه او تشتانيش نماوه او انا انقراض يان كردية براست استلي ردايكي محامي هاوري همو تشتكاني جيوازة همو يان نموني هن عرس كردن هن متحف وموزخانة كان الصراحة احكي لكم على الجزء الاخر اللي هي الماكينة مالتها المحتفظة بها او اما اسا للاي ماكينة كي للاي ماكينة كي بريخان تماشا كان بكرة كاني هموي بس عندك تصويرك قلقل أوليرية اكو البيت بخار الطين الحلو البيت بخار الطين واحدة خارطة العراق واحدة خارطة كردستان استتو خارتي هيا بأو مالك يكك خارتي كردستان يكك خارتي عراق هموي لسري قالي دسكر دسبافا قالي كدسبافو تسكر دا هادو كيان احنا هسه راح ناخذكم الجزء اخر وقسم اخر حتى نشوفكم بعض من الاشياء المنقرضة يعني استا بارتشي لا بارتشا كاني جوازا كاني خوي استا بيشان داندن فرمو زين هسه اللي قالون نريد نعرف الاسماء اولا هذه ما تعتبر حزام هسه الكثير اني يعني اشوفهم بسوق الانتيكات يقولون حزام هاي مو حزام هاي يسموها كمر بالكردي والعرب كانوا يسموها حياصه بس هي هاي قطعه كرديه الحياصه تختلف هسه انا لابسه حياصه بس هذا كمر 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 هذا شغل عقرة هذا تميزوا به الصياغة تميزوا بها يهود أو المسيحيين ما العقرة صاغوها بعدين صاغوها الكرد زين هاي هذا كمر آخر هذا كمر آخر هذا هذا كان كله هذا كله كان ينسج بالإيد ينسج بالإيد يعني الحياصة مالته كلها تنسج بالإيد هذا القطعة الأخرى معلومة هذا مرجان احنا قلنا الكرد عاشقين للمرجان أو كمرة كمرة أما إيجي دستية هن جولكان قديم لأقربه جولكاني هموي إيجي دستي خويانا وجا دواي جولكان هاتن مسيحية كان دواي مسيحي وجا هات كردكان بإيجي دستي زين أو قرنفلة قرنفلة كرد عاشقي قرنفلة احنا قلنا هاي قطع من القرنفل
سابقاً ما كانت أكو عطور عبر التاريخ، ما كانت أكو عطور. النساء تتعطر بالقرنفل والعروس يلبسوها قرنفل حتى ريحتها تكون طيبة، وبقوا الكرد متوارثيها إلى الآن، والآن تعتبر هي من تراث الكرد القرنفل. هذا هم شغل يدوي قديم. سألتوا شوفوا هذا لهنانة شون شغل دقيق، تماشى شون إيجا كي نازكة نازك، أما إيجا كي كونة زين. هسه راح أشوفكم قطعة فعلا منقرضة دي ورا لاكشمي. هسه احنا لاكشمي مساعدتها البريخان هذه فعلا من المنقرضات، يعني أنا شقيت جامعة قديم هيك قطعة أنا ما عندي هيك قطعة. هذه هيك كانت تنشل بس بعد يا ربي. أما إيش كونه تماشى، شوف الجمال، شوف الروعة مالت الشغل، تماشى تجوانة وتنازك. يا قشتي إيجي دستية كاري دستية يا قديمية. أما إيش دستية دي ورا لاقشمي. هاي هذه الكردنة، كردنة كردية قديمية، هاي اسمها كردنة. الصراحة افتح لكم دي ورا لاقشمي. هنا أنا مثل ما شفتوا صوب على الدين مالتها، هاي أربع هدايا جايتها محتفظة بيها هي بعلب فرمو كليتها قلنا منقرضات. أوقشتي أبري كمية وزنقولة كانيش أبري كمية وكاري دستية، تماشا يا رنجي مور موركه حتى قديم او معناي هنشو. هذه كليتها بالايد مشتغله، بالكردي نسميها زنقولات بالعربي كركوشات. هذا كليتها من ال يعني بالايد مشتغليها. هذا كلبدون، كلبدون فضي، هذا كلبدون فضي، وهذا كله ازرق. الازرق كان يستخدم للعين للحسد. هاي هم قطعة ثانية، هاي هم قطعة ثانية. أوسيا مكي هذا هم كله كلبدون مثل ما قلنا. هذا الأبيض اللي تشوفوه هذا كلبدون قديم المفضل، وهذا الأزرق عن العين، هذا الأزرق عن العين أوتشوارا مكي. اوه شوارع اوه انا شوار قلن خيان استا فرمون. هاي الالوان تختلف مالت الزنقولات، ايضا نفس الشغل القديم المنقرض. شوف الكبار بالجل بالملابس الكردية القديمة والتميز بالزي الكردي، بزان الجزء الكردي قديم شون هيبتي بو استهموي تنقاي كردنا سر موديل موديلكي استباشنية موديل قديمة تجوانتر. هسه راح نبدي لاقشمي دي، هسه راح نبدي راح ابدي البس لاقشمي الزينة القديمة. او هاو راس تلاقشمي. هسه هاي السلاح هسه هاي تنحط قوبرة مالت اليلقات، هذه قوبرة مال اليلقات. شوفوا هاي القطعة القديمة المنقرضة رادستي. هاي قطعة قديمة منقرضة
هاي كلها قطع قلايد قديمة. هي عندها ساعتين جايتها هدية، الساعة الأولى للملك فيصل الأول والساعة الثانية للملك فيصل الثاني، عليها الصور مالت الملك فيصل الأول ومال الملك فيصل الثاني. زين، هسه هاي القطعة راح تقولون هاي شنية، هاي راس حياصة يسموها، أو وشو أوي سر كمربندة، سر كمربند. خو هذه هسه هاي صدق قطعة مميزة، هذه اسمها بالكردي بنهانل يعني شنو. هذه طبعا هسه ما حد ما يعرفها الصراحة، لا بالزي الكردي موجودة وباقية ولا صياغتها موجودة. هاي يسموها بنهانل، هاي هيجي تلبس وتتخيط على اليلق وتكون هنا، ولذلك يسموها بنهانل، هيك تتخيط على اليلق وتبقى هاي منا ومنا. يتدلل استاذ مقداد كلها قال قولي لياها بالاسماء. هاي ايضا مجموعه من المرجان، احنا قلنا نساء الكرد عاشقين للمرجان. وهسه راح انتقل الى موضوع غطاء الراس. داي ورا لا قشمي داي ورا ليره راوسته. هسه راح اشوفكم انواع للراس. شوفوا عندك بخنا، شوفوا لا كشمي هاي وحده نشيلها. زين، هاي الثانية هسه هاي راح تقولون هيجي تلبس، راح اقول لكم لا ما تلبس هيجي، مثل لبس هيجي. هاي مو بس هيجي، هاي يجي إشارب آخر، بس راح أحاول أشرح لكم إياها. هاي هيج كانت اللبس والإشارب يتخيط، هاي حتى يكون شرح وافي ومضبوط. يا أوها لبر كردنوا وجا بدرسي خياتي دكن حتى دميني. شوفوا هاي قطعة أخرى. هسه هاي القطعة اللي لزمتها ترى هي حرير، حرير حرير طبيعي، حرير طبيعي قديم. هاي زين هنا، هاي قطعة صراحة أنا ما أحب ألزمها لأنه قطعة شوف الكلاو مالتها شلون نادر، شلون مخيط بالإيد، هذا كله تطريز يدوي مخيط بالإيد. يا قشتي كاردستا يجي دسية، يا هموي بدرزية. هاي أنا ما راح أحب أفتحها. زين، راح أشوفكم مجموعة من الزنقولات، هذه هيجي بهاي الطريقة بأو شوي قديم هموي بدستي كردنوا وجا خياتي دكن، وجا خياتي كم جار اوها يجي دكن. اول مرة هيجي تنشغل وبعدين تتخيط، او بارتي لبارتا كان يجي لك كردي قديمية كا استيش نماوة استهيا جنك يعني جن طبيعي كاتك ايش دكا صدري ابستي، اما ايش قديم لا يجيني كرد وشو صدريه او ها ابستني حتى جلكيان بيس نابي بروج ايش دكن لمال حتى جلكيان بيس نابي. هسه راح احكي لكم على قطعه منسوجه يدويا مطرزه يدويا، شوفوا التطريز اليدوي مالتها، شوفوا جمال التطريز اليدوي مالتها. هاي شنو، شلون هسه النساء يلبسون صداري، قبل كانت السيدة الكردية تلبسه حتى ما تتوسخ ملابسها بهاي الطريقة تلبسه. زين،
دي ورا بس بقى اول تماشى عندك هنا شوفوا هنا هيك راح يشدوه. يعني اتمنى الشرح وافي يكون لكم. هاي هيجي كمل شغل البيت بقى وشوي يجي مال تواودك حتى جلك كان خوي بيس نابن او همو يجي دستية نخشكي بدستية تنينك ايش بدستية او يكك. هسه هاي عندها وظيفة هي شنية شوفوا شوفوا التطريز شوفوا الجمال مالتها. قديم النساء الكرد صح لبسوا عباية بس اكو قسم للشابات وحتى للكبار مثلا من تروح عرس من تروح شي هاي هيك كانت تلبسها. وهاي منها تكون مخيطتها وتروح بهاي الطريقة شوفوا 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 شلون هيك هاي الطريقة تطلع هي عباية مطرزة هاي تطلع بهاي الطريقة شوفوا. أني اليوم دا أشوفكم منقريضات دا أشوفكم مبايك دقة هسه أني أحب أحكي لكم إيسا إما باز دا كيم اللسري هوري جني كردي قديم بو هوريه كبر راس خوي هن كردكانة اواه هوري مجموعي لهوري هيتي يعني اوانا هموي حريرا ابري شمي اليمن ابري شمي حريرة ايجي دستية اوه ايجي دستية اوه قديم هات لهموي لكرماشان هاتوا يعني قشتي لكرماشان هاتية قشتي كاري دستية وايجي دستية هورية كخوي أساسي هوري سيقا يا إيشي من هوري رشيا مشكي أو هورية كخوي أساسي إيجي دستيا كيش لشاري كرماشانا خوي هن كردي كالهور وجابوا لابوب وهموي كردا كان بس خوي أساسي يا خوي هن لرو هن كالهورة أساسا كي هن أو وجابوا لابو هي تعدها قطع من المنقرضات هذا كله حرير. هسه هذا خلينا نقول هو شغله في كرماشان ايران هسه هم مدى يشتغلونه يقولون التكلفة مالته غالية وراحة الايادي النساء اللي تقدر تغزل الحرير وتحوكه زين فكله تحور هسه الى قطني او بوليستر. هذه مجموعة هاي مجموعة خلينا نقول كلها من منقرضات هاي ما باقية هسه لا قشمي اويش بينا لفشتت شوفوا هاي كليتها من منقرضات. طبعا احنا نشكرها اليوم احنا اخذنا وقتها رغم عمرها رغم سنها قبلت تقعد ويانا وشرحت لنا هي قبل ما نبدي لانه هي صحتها وقالت اني استحي احكي واشرح لكم شرحت لنا شرح وافي ما سباسي دي كيمن باو تمنك ما دي كردي منوا دانيش لقلمان هموي قسي كردوا بس بيشي كاميرا وتشرم دكم بس خدان قصاكم يلا سباس دان دكم ايما لمالي ما مستاها وري سورتشي لقلي دايكي باريخان كالهوري ايما او شرحك من اشياء خوي من جهازي خوي امانه هن هر نماونا او الي من منقرضات الزي الكردي. احنا كنا بقى مجموعه تحف نادره من منقرضات الزي الكردي. لا 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 جدالا واج سما شفنيا جسما شفنيا بابا جداني فلا لمس يا خلق خلق مفون الجان أجد بيجي خلق خلق مفون الجان بيجي فشتي وقت مدات مالك خلق خير بجدان
أبدا قناة جاد متى سيجد يعني ما لا يزال كان حوالي بشام جداني فولي بقول الجدد لزيني جداني فولي الجدد لزيني سرادان كد كد مبوسك كمالانا شاتوز مالينا خد زاني باب الدين ميرك حج صاني دري كن ميل مالم بلا خد اخرى بكمالا نجدان ونجد فولا امويان دمالا شاتد وشيك مشافز وشيك عليين شاما شبابي بارا شبابي دمو دنيتر جو طالالي جاجاني دموالي أجاب الموشا جاني مالي إميان ترجو طالالي مالا بابي تجي ترجو طالالي برحام وحزينة غاخد زاني دموالي المالي بالموتر شو طالاني فرحي عزيرا غافد زاني فاني بردانا ترشان طالانا دا طالانا با مالان وكينان وزيدا فاني دقاران بردا موتر شو طالاني شتاني مالي شتاني وغيل المال فرحو بسيدا غابا نكتن من جانا ما ترشو طالاني ميم هيدي زاني شتو المالينا دا ترشو طالاني